تسأل عن سجود التلاوة لمن عليه العذر الشرعي. هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة الصلاة أو ليس بالصلاة؟ فمن الفقهاء من قال إنه صلاة، وعلى ذلك اشترط له ما يشترط للصلاة، وتفرع عن هذا أن الحائض لا تسجد سجود التلاوة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، وأنه مجرد سجود فقط وليس بالصلاة، وعلى هذا لا يشترط له ما يشترط للصلاة من شروط. وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام التيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن سجود التلاوة الصلاة. نعم. ولذلك فالأظهر الله أعلم أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، وعلى هذا فالمرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن، بناء على القول الراجح أن الحائض تقرأ القرآن، تسجد سجود التلاوة، لا حرج عليها. نعم، بارك الله فيكم أحسن. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.